هو اول حاجه إيه؟ طبعا ان احنا لازم نمضغ الاكل كويس جدا قبل ما ناكله. تبعد عن اي حاجه سبايسي، الحاجات اللي هي فيها بهارات وتوابل عاليه جدا، الحاجات المسبكه كلها، الاكل اللي فيه دهون عاليه عشان كل ده طبعا بيعمل حموضه. حال. بالليل ما ينفعش الواحد ياكل وجبات شبه وجبه الغداء. بالليل ده هي علبه زبادي، شويه فاكهه، شويه خيار، قطعه جبنه صغيره، وقبل النوم بساعتين. يعني كمان الحاجات الخفيفه دي قبل النوم بساعتين، ساعتين عشان ما يحصلش ارتجاع. ما ناكلش طاجن عكاوي وننام، لا. الشاي والقهوه الشاي والقهوه دي بقى لازم تخفها خالص، وطبعا المياه الغازيه. طيب كل ده بيعمل تسلم. الله يخليك.